هاي جايز، كيفكم؟ رجعنا لكم بفيديو جديد. هو طريقة تحضير كبسة القريدس بطريقة كتير سهلة وأكيد طيبة. ويلا لنبلش بالمكونات. منحتاج 4 حبات من البندورة، 5 حبات من البصل، كيلو قريدس، نص حنستخدمه للصوص اللي حنحطه على الوجه، ونص كيلو حنستخدمه مع الرز. وبنحتاج كمان 4 كبايات من الرز البسمتي أو رز كبسة، وكل كوب رز بسمتي يحتاج 1.5 كوب من المي. ونحتاج 1 حبة فليفلة. ويلا لنبلش بالكبسة. أول شي بدنا نبلش بتقطيع البندورة بهيدا الشكل وبهيدا الحجم مثل ما شايفين بالفيديو. وهلأ منقطع البصل، بعدين الفليفلة. بعدين حبيت اقطع شوية خس بحطهم هيك على الوجه. وبعدين من بعد ما خلصنا تقطيع، هون بدنا نجهز الرز. اول شي اكيد غسلناه منيح، بعدين نقعناه بالمي لمدة تقريبا شي نص ساعة. وهلأ منضيف الزيت والسمنة، أكيد بنشغل النار بننطرن لحتى يحمى، بعدين منضيف البصل وبننطر شوي البصل لحتى يتغير لونه، وأكيد بدنا نضل عم نحركن عشان ما يحترقوا. بعدين مثل ما شايفين وقت تغير شوي لونهن منضيف البندورة. وهلأ منضيف الملح والفلفل، منضيف معلقة صغيرة من الفلفل ومعلقة صغيرة من الملح. وهلأ منضيف بهارات الكبسة، منضيف تقريبا 2 معلقة صغار. وهلأ منحركن منيح ومنتركن على النار لحتى يستووا، وأكيد منغطي عليهم. وهلأ من بعد ما استووا شلنا تقريبا نص منن على جنب لحتى نعمل الصوص اللي بدنا نحطه على الوجه. وهلأ منضيف القريدس ومنتركن على النار لحتى يستوى تقريبا، وأكيد بدنا نحركن منيح. من بعد ما استوى معنا منضيف المي. وهلأ منضيف الملح. وقتها تغلي المي منضيف الرز. ومنحركن هيك شوي، وبعدين منتركن على النار لحتى يستوى. وهلأ لنحضر الصوص. أول شي منضيف الزيت، بعدين وقتها يحمى منحط عليهم الخليط اللي حضرناه أنا وياكن قبل شوي، اللي هو بصل مع البندورة، وبعدين منضيف عليهم الفليفلة. بعدين منحركن شوي ومنضيف القريدس، وأكيد بدنا نحركن، بدنا نضل عم نحركن عشان ما يحترقوا،
ومنضيف الفلفل والملح كمان منرجع، واكيد منرجع منحركهم ومنتركهم لحتى يستووا. شايفين كيف صاروا من بعد ما استووا معنا؟ شكلهم كتير بشهي ولونهم كمان كتير بجنن. وهون هلأ عنا الرز استوى، شايفين ما أحلاه، وشايفين كمان لونه كتير حلو. وهيك بتكون خلصت الوصفة لليوم. وهلأ شوفوا أنا كيف زينت الطبق اللي عنا إياه، حطيتهم بزبدية ورجعت قلبتهم على الصحن بهيدا الشكل.